زي ما قلنا بدخل على مواقع الجامعات وعلى الاساتذه، خلاص انا قررت ان الدكتور دوت عنده منحه وانا المنحه دي شايف انها مناسبه بالنسبه لي، احاول اعرف تفاصيل كفايه عن المنحه، الشروط المطلوبه، ايه الريكويرمنتس اللي انا محتاجها، وبعد كده ببدا اكتب له الايميل زي ما قلنا قبل كده، وبعمل اتاتش للسي في بتاعتي اللي انا المفروض هكون راجعتها لغويا وكتبتها بشكل كويس وخليت حد اكيد بص عليها وقال لي اه هي فعلا كده ينفع تبعتها لحد. هبعت للراجل دوت. لو انت عندك شهادات مثلا زي شهاده التخرج، في حاجه اسمها ترانسكريبت او شهاده التقديرات، ممكن دي بتجيبها بسهوله من اي من الجامعه بتاعتك، بتكون بالانجلش طبعا، ممكن بترفقها لو انت تقديراتك طبعا يعني حاجه جيده، شايف انها تكون تدي كريدت للدكتور في المره الاولى دي، مفيش مشكله ابدا ان انت تبعتها ليه.